تشوف الدنيا باردة، نشوف الثلج يصب، الثلج يصب، ساعات فلاح مش كلهم بالحق، عم فما فلاحة باهين، فما فلاح يقول لك النار ما تشعليها شي، وتشدي الخدمة طول، أقسم بدين الله، يقول لك والله النار لا تشعليها، ومجبورة باش تخدمي. نخرج من ماضي ثلاثة وساعتين ونص. ناخلتوا لهنا الأربعة نقدوا النار حتى يبهر الحيل شوي وتضرب المرأة في الندوة لهنا ولهنا تلقاها صباح تولي جدور مش صوابع تولي من قط الساقع وتلقى المطر تصب علينا ونحنا مهودي. شنو سنين وانا نخدم في الفلاحة ما عملت منها حتى شيء، حتى شيء ما عملت من ضلنا نجري ونخدم وضل الفلاح يعيط هاي مش هكا الخدمة هاي مش خط ما تعجبك وشو خرجي وضل ساعة ساعة تلقى مرة تبكي في وسط الفلاح يقصرها الفلية. واش تخلص يعني تخلص في 9000 فرنك مش حتى 10000 9000 وياخذها لك راهبي يعطوه ما ياخذها معاش 3000 ولا 4000 ويمد لها 9000 ترضى ولا شدي دارك هكا ترضي بال9000 ولا شدي دارك تولي المراه مسكينه تتلز ترضى بال9000 هذيك وتخرج تخدم. نحن نسال حقوق ما حقوقهم هذوما برشا في الفلاحه برشا 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 10000 ما تعمل حتى شيء في حق دبوزه غاز اذا كان كل يوم تاع الحاجات مش حتى الاساسيه الضروريه فقط الضروريه فقط. انا ما تخدمهاش قالوا قالك مني ما نخدمش 9000 هذاك هو قالوا لك الراجل خدمته يعني ازعم من المراه وهي المراه كان مش الفلاحه المراه هي ما الفلاحه ما تتقدش الراجل باش يجي ينحي يهود لك على الجلبانه ما يهودش ليه باش ينحي لك البطاطا ما ينحيهاش باش يحصد لك القمح ما يحصدهوش المراه هي اللي تعدى على كتافها كل شيء. نحمر الجلبانه بالمسحه نحو ثلاثة جوات نزعوا البطاطا نحمروها نرجعوا بعديك نكبروها نرجعوا بعديك نزيدوا نقلعوها بيدانا نهزوا الجوات رجل ما يجمش يخدمها مدام الكل خدم نسير علاش علاش خاطر ما نجمش راجل يجمع لك جلبانه ولا بطاطا ممكن تتعمل واحد ولا اثنين معاك يهز يحط في كرهبه ولا يهز يا ودي غير الواحد واثنين ما تمليش فلاحه كل تحب تخدم نسير نسير تحب تخدم الخدمه كل تحب تعلب البقر طلع الزبال طلع الراجل قاعد في القهوه كي يلبسوهم راه يقعد فيه وسط السوق وتراكتورات مالي تخدم لعب في الجلبان وانا يعني قاعد بطل في القهوة المرأة تاخذ في 10000 فرنك والراجل اللي كان طار 23 دينار وما خلوك حتى البلاحة باش تخدم انت بخدمة أخرى بالفلاحة مع الجلبان يخدم المرأة خير من يخدم راجل والله المنذر تزرع فيه نسية في عقل الرجال تزرع فيه نسية وعليش خاطرش باش ياكل الزوالي ما ياخذش 20000 الفلاحة يعطي 20000 يعطيها نسية والأخر قاعد في القهوة يشرب القهوة نحب نقعد هاني قاعد هاني بطال قاعد المرأة تخدم ونقع